وشخصي عطان كي يمدوك واعي سوميد ويهين وسياسي أفياقانا إدكاستو أو أفكو دونو هاكو هادلي مدان يشاقوين كسومالي دو راتدان سيوا سياسي وحلق إبسادا كالدا أدون كمامشو أو أمامو صاحبك أو سرية يقف بنا آدنا اللو مامسو وسياسي أفكاوان أو سومالي دحدة دعانكا إسلامر كان كشاقية دناها قود أهام بقيسك أفريكا ومسكحدي كدن بيسيشان تيقضو إيمدا حوينة داير ريالكاين يدولة دي سيكر بالضوبكا أيقو حلان باش عالمكو مران كي دورو فرين كي يلا بدي يكون يساقالكي وشخصي الله سادالين أيو إن السوق أدونك وكسو حلق السياسة الدبلوماسية دا حسبكي وكقبت الحلكي سي أقوه الرئيي شخصي قاين وكهاد لينا وسياسي وين إسامين تبادن الدكتور محمد عبد الله عمر وسياسيا سنه كان علن كا اسي اسبدل دونكا غوبالكا اغارن اي جيبكا كوايست 88 تكا قد بخيه وسياسيا استانوا اسبدلكا وانا سياسيكا بري هوغامني قبنها سياسيينتا اي هوري ورباهينتا اوغ شيغي اني كخروبن كرا است دربانكا قبيالدا اي اسكو خوقينتا هبل با انخيغا وانا سياسيينتا واوين او هوغامنيا اي بري قدادا او بلانسين اني سي رسمي اسكا خادريان حسبيكا استانتي سو تاي ليميكا اي او هوغاميو اما بخديكا سنه كان او شرحان سياسك قوية صعودك اه انا ادنبا استيدين الدكتور محمد عبد الله ارو حتى وداوده واكوما الدكتور محمد عبد الله عمر نينك بريهو قاميهيك واحدة اسبدل دونك قوبالك قبيلي سامحات كوكت هاي تاريخ ديس اللقو حرحة تابواكت ايا بيجتك قالد ادونك مامولا إلا دي سنة يكون إيا استقال بقول إيا شنية لحدنكي أيو كل شيء مقالة دهار قيسار كاسي ووكاك اللي براشة دا قرآن كإسا كو دوسيك الشيخ بشير كباحي عند أسي كدب وحابي عبد الله عمر أو أسكري أهالو بدل إنا عاي مقدشو حال كاسي ووهر الهركيس إسلامر كان الدكتور محمد عبد الله عمر وكمدا عروتي وعروح براشة إسي دوسيك ساركو قاتي مقالة دا مقدشو أولو بدلي أبيه كما عديسي وحا وحكا بارتي ودامادا قالادا قالحان دلالكا خولان إيا يوكي ساقو كوبكا أقوانتا أو قادي أرداي دي لقي ساهايد إيا ديركا عدا ماركو ولو ميستاني وحا لو قاتي إن إياغا لفتو دا أوبرو أقوانتي أو هرموتكا أو نقضي سيدوكاله دولادا يوكي حلو كاسو شقيي وحا أو نقضي أما باكاسو شقيي دولادا هو سيئي مقالادا بريك مهام سلانكا سياسة دا وحاو كاسوفو لا حزبه كلمية او هادا دوانيو انو كاسارو اقل كدالك اللوغة الرمية او او كجري كلمية افريه طوانكي سنة او قدن بيي وحاو نوغضي حوغيها الرمها ديبادا اي كلمية اساقو او مركيبا كشاقي ان قدومي كلمية اي حلقاسي احمد سيلاي او قيو وادن كم مريكنك او او مرتقات رسمي او هلاي وحاو ها شخصيي كدن بيي ان مدحوين داه الريالة كهين اي باش عالم كدوشا كسار توشان قدو او حل او اها خلاف كدو رشوين كي اي او لحيي حكومة دي قدو اي حكومة هايسي اي حزب كلمية او كرسي دون اها markii uu kulmi ku guuleystay talada dalka bartamii sanadkii 2019 waxa uu noqday wasiirka arrimaha dibadda ee ugu saameynta badnaa ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland muddo kadib waxa saaxiibkiisa Axmed Siinaay uu beddelay wasaaradda ganacsiga oo uu ku darsaday Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar ereyga maalgashi taasii oo abuurtay fursado dhaqaaq oo markaasii Soomaaliland ay jaan soo heshay waxa uu xilkiisii ku waayay Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar ninka bari hoggaamin doona xubnaha siyaasiyinta ah ee iska xadiray xisbiga معارضك وطني تاقير هذا مشرح نمدي مدحوينه هذا موسى بيحي عبدي او مركاسي او خلاف كده قرحي احمد سيناني او اها مدحوينه يا موسى بيحي او اها قدو ميها كل مية كدي مركي او نغضي وسيركي كليا ايه حلك الله وقاذي دكتور محمد عبد الله عمر بلليه سي صاحبكي سي برياسي ايه مدحوينه هذا انتا سي كدب دكتور محمد عبد الله عمر waxa uu gudaha bay saga baxay dalka isaga oo doontay shaqooyinkii caalamiga ah ee uu la yaqaanay waxaana uu noqday wakiilka geeska Afrika u qaabilsan maxadka caalamiga ee Center for Humanitarian Dialogue halkaas oo muddo sanado ugu shaqeeyay geeska Afrika iyo geeyga Soomaalida lafteedaba dawayaqadii sanadkan soo dhaafnay qaramada adduunka oo isku dhamay waxay u wakiisheen inuu hoggaamiyo wakiil sharafeed loo xilsaaray dhoofinta barnaamijka qaabmadiga ee dalka Ukraine hadda waxa uu soo laabtay dalkiisa isagoo qorsheeyay inuu dadkiisa ku hoggaamiyo isbeddelka tolmoon oo uu sheegay in dalkan uu baahan yahay hadda waxa uu weerar cad ku yahay saaxiibkiisii oo doorka cad ku wayay xilkiisii wasiirnimo sanadkii 2014kii bartamihiisii kadib markii ay isku afkaran waayeen saaxiibkiisii waqtigaasi ee madaxweynaha hadda Muuse Biixi Cabdi ridanka hanka doonista hoggaanka kulmiye oo uu halaacsaday Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar dabayaaqadii sanadkii 2023kii markaasii oo madaxweyne Biixi uu ka doortay saaxiibkiisii xilka looga qaaday الدكتور محمد عبد الله عمر عبد العزيز محمد سمالي او اها سياسيينتي ديدنا حلقاسي دونيستا مدحوينه بيحي اي كلميه كهر انتي انا عبد العزيز محمد سمالي شيغين انو ابيي كو قسباي انو اولاليو سياسيغا اسكو هيستين تلدا كلميه يتان بيشا يدغانا داي كسو جيدان يدو او
markaasi madaxweyne biixi loogu doortay doorashadaasi waxaana hada doorashooyin kala filayeen dabayaqada sanadkan ay ka dhacaan guud ahaan Soomaaliland mar kale oo Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar hoggaamin doona siyaasadda gobolka Gabeel isagoo noqonaya siyaasiga ugu weyn ee ka soo jeeda gobolka Gabeel ee hoggaanka u haya ama ku jira xisbiga mucaaradka wadani oo ah kan ugu weyn dhanka mucaaradka Soomaaliland Cabdiraxmaan Arab Dawud wararka horyaal Hargeysa